استأذنت دار المصدر دورة تدريبية محورها التعامل مع المؤسسات والتحكيم في النزاعات الدولية، وذلك ببادرة من المركز التونسي الأمريكي. جمع المركز التونسي الأمريكي عددا من أصحاب الشركات والمتعاملين الاقتصاديين والأساتذة في دورة تدريبية محورها كيفية تكوين علاقات اقتصادية لتحسين فرص المستثمرين في الانفتاح على أسواق أخرى. السيمينار اسمه تونيزيا كونكت، حابين نشوف الجاهزين تحم باش معناها قدرتهم التنافسية خاصة مع الأسواق العالمية، واللي نوفروه أنه فما خبرات، فما كثير المنتجات التونسية اللي الناس ما تعرفش بالقنوات اللي تمر عبرها، فما شركات معينة، فما اتفاقيات معينة، المعارض تواقيتها، عملية معناها الوكالات كيفاش تتم. فمن خلال الورشات هذه ممكن تصير الاستفاده. كيفية حل الأزمة والوساطة في مجال النزاعات الثنائية كان أيضا محورا من محاور هذه الدورة على يد خبيرة تونسية بتجربة أمريكية. استغلال بعض الكفاءات التونسية العاملة في الجامعات الأمريكية باش في نفس الوقت يكون لها لقاء بأصحاب الأعمال في تونس وتواصل مع أصحاب الأعمال وإفادة في الاتجاهين، يعني الخبير التونسي اللي عايش في أمريكا تحصل له فكرة على واقع الأعمال في تونس، وفي نفس الوقت يغذي أصحاب الأعمال بكل ما هو ممارسات وطرق عمل وطرق تفاعل ثقافي مع السوق الأمريكي. اللقاء كان فرصة لاكتشاف طرق لدخول أسواق جديدة وبناء ثقافة تهم آلية التحكيم والوساطة في مجال الأعمال.